يرغب معظم اليمنيين بانتهاء الحرب، بما في ذلك سكان كبرى مدن الشمال والجنوب التي تتوزع فيها معاقل الأطراف المتنازعة على السلطة منذ سنوات، حيث أن 96% من المشاركين يؤيدون إيقاف الحرب، بينما 3% رفضوا ذلك، وقال 1% أنهم لا يهتمون. جغرافياً لا تختلف نتائج التأييد شمالاً بنسبة 96% عنها في الجنوب بنسبة 94%، كما لا تختلف من حيث النوع، وإن كانت النساء أكثر ميلاً قليلاً بنسبة 98% من الرجال بنسبة 95%. من هم الذين يعرقلون عملية السلام إذن؟ أشار 26% من المشاركين بإصبع الاتهام إلى الأطراف الخارجية، وقال 17% إن المسؤول عن ذلك هي الأطراف المحلية. أما 63% من المشاركين فقد اتهموا الجميع بعرقلة عملية السلام في اليمن. محلياً أيضاً يبدو أن الجنوبيين يتمسكون برغبتهم في الحصول على مقعد مستقل في أي مفاوضات سلام قادمة، وفقاً لإجابة 78% من المصوتين من المناطق الجنوبية بالمقارنة مع 40% من المصوتين من المناطق الشمالية. لمعرفة رأي المشاركين حول بعض القضايا، قلنا أن الحرب في اليمن هي حرب بالوكالة بين أقطاب إقليمية، فأجاب 84% تأييداً، وأكثر المؤيدين تجاوزت أعمارهم 35 سنة بنسبة 88%، بالمقارنة مع الأصغر سناً الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة بنسبة 74%، كما أن النساء أكثر ميلاً بنسبة 90% من الرجال بنسبة 83%. أما جغرافياً فلا يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً بين الشمال بنسبة 85% والجنوب بنسبة 82%. ولإنهاء الحرب فإن 90% من المشاركين يؤيدون وجوب نزع السلاح من كل الأطراف وتركه في يد الدولة، ولا تتفاوت كثيراً نسب التأييد هنا بين الفئات العمرية المختلفة ولا من حيث النوع، لكن سكان الشمال بنسبة 91% أكثر ميل إلى هذا كما يبدو بالمقارنة مع سكان الجنوب بنسبة 84%. أشار 91% من المشاركين إلى أن الأمم المتحدة متقاعسة وغير جادة في إحلال السلام، لكنهم في المقابل أيضاً يعترفون أن الشعب اليمني مستسلم للاستقطابات الداخلية والخارجية بنسبة 72%. والأكثر ميلاً إلى هذا الاعتراف هم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و34 سنة بنسبة 80%، بالمقارنة مع الفئة العمرية الأصغر ضمن المشاركين، وهي الفئة التي يقل أعمار أصحابها عن 20 سنة بنسبة 60%. أما من حيث النوع فالرجال أقل ميلاً بنسبة 71% بالمقارنة مع النساء بنسبة 81%. ولا يبدو الاختلاف كبيراً بين الشمال بنسبة 73% والجنوب بنسبة 71%. استندت نتائج الاستبيان إلى إجابات عينة عشوائية من زوار ساحة شباب اليمن بلغت 815 مشارك بمتوسط عمري هو 29 سنة، معظمهم من الرجال بنسبة 85%، وأكثر من نصف المشاركين رجالاً ونساء هم من سكان صنعاء بنسبة 51%، فيما بلغت نسبة المشاركين من تعز 10% ونسبة المشاركين من عدن 9%.